السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نتكلم على كيهون الحزام الوردي. ما يخفاش عليكم أن كل لون ديال الحزام من هذه الأحزمة الملونة كيدل على أشياء ما وعندها مغزى. فمثلا الحزام الأبيض هو لون البراءة، لون الصفاء، لون الاكتشاف. أما الحزام الأصفر فهذا اللون يدل على لون الشمس، لون البدء، أو لون بزوغ يوم جديد. إنها الشعاع الأول للشمس. ذهن التلميذ منفتح على المزيد من التقنيات. التلميذ يلاحظ نواقصه ويحاول تصويبها. أما الحزام الوردي فهو لون الاستيقاظ. ذهن التلميذ يستيقظ. ذهن التلميذ يستيقظ. الشمس تسطع على على الكون كله، لأن يعني اللون ديالها يغمر اللون يغمر الكون كله. والتلميذ تغمره المعرفة من كل جانب ويحاول أن يستوعبها. التلميذ يحاول أن يستوعب هذه المعرفة كاملة اللي تحوم حوله أو تغمره. إذا راه كاين معنى في كل لون ديال الحزام، راه عنده واحد المعنى خاص به. من ناحية أخرى، كل حزام مطلوب من التلميذ واحد العدد ديال المهارات، وهاد المهارات خصني نتكلم عليها في فيديو خاص غادي نبين كاع المهارات ديال كل حزام ملون على حدة. غادي نديرها عما قريب إن شاء الله. أما الآن فغندوزو الكيهون الخاص بالحزام الوردي في القاعة بعد هذا الجينيريك. دليلك النظري في الشوتوكان. السلام عليكم ورحمة الله. المرة اللي فاتت كنا درنا كيهون الحزام الأصفر. دابا غادي نشوفوا كيهون حزام الوردي. بالنسبة للحزام الأصفر كنا قلنا إتقان تقنيات منفردة غير بوحدها، إما باليد أو بالرجل، يعني غير بوحدها. إذا ما كاينش تقنيتين معا، ثم تقنيات الرجل، هادشي في الأصفر غير تذكير. تقنية الرجل تقتصر على الرجل الخلفية ما عدا يوكوغيري، وكان التقدم إلى الأمام والرجوع بمواطئ، وكذلك التقدم إلى الأمام والرجوع إلى الخلف ريكولي، وكانت غير تحرك واحد إما زانكوتسو داشي أو كوكوتسو داشي، ولا يجب المزج بينهما في الحزام الأصفر. أذكر بلي أن هاد الأفكار هذه استقيتها من فيديوهات الأستاذ روبين سيرنودا الإسباني الدرجة السابعة. هو ما كتبهاش ولكن طبقها في الفيديوهات ديالو، وأنا استنتجتها من الكيهونات من الحزام الأبيض حتى الحزام الأسود الدرجة الرابعة. إذا غادي نشوفوا اليوم كيهون الحزام الوردي. كنديروا مزج بين تقنيتين اثنتين باليد، هذه النقطة الأولى. التقنية ديال الرجل كتبقى منفردة ولا يتم مزجها مع تقنية باليد باليد، يعني الرجل واليد في نفس الوقت مازال حتى الحزام الموالي.
غير أن الجديد في هذا الحزام الوردي هو أنه كان مجرو بين تحركين اثنين في الكيون ألي أو روتور، كان مجرو ما بين زانكوتسو داشي وكوكوتسو داشي، جوج في نفس الوقت خلافا للحزام الأصفر اللي كان ديرو غير تحرك واحد إما ذهبا أو إيابا. إذن على بركة الله غادي ندير هاد التمرين في هاد الاتجاه، ثم في هاد الاتجاه باش يبان، ومن بعد غادي نعلقو، غادي نعلق عليه في الاخر. بقاو معايا. ايه 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 هاد الاتجاه هذا شي دار داكشي مزيان، كنمشيو اوزوكي شوطان وترجعو جاكوزوكي مع مواطي مواطي. ايه مواطي اوزوكي بهاي المكان، ايه ترجعوا اجيوكي جاكوزوكي، ايه كنمشيو سوتويكي جاكوزوكي، ايه كنرجعو اوشيوكي ياكوزوكي، ايه كنجمعو كنديرو التحية، من بعد كنديرو
شوطو كي بوحدها اولا شوطو كي الى الوراء يا مراتك يوي ما كمشيو ماي غيري يوكو غيري كل وحدة ماي غيري ما واشي غيري كل وحدة وحدة ماي غيري كمعتك مروتي يدان براي ايا ما واتك جاشويلور ما واشي غيري شودان او جودان ايا اوندور باتن دير كي باداشي لا ليسار يوكو كيري كي اجي يوكو كيري كي كومي لاغارد جهة أخرى يا مي إذن كنمزجو ما بين جوج تقنيات بيديات وهي كنا درنا أجيوكي جاكوتزوكي أجيوكي جاكوتزوكي ما كنخدموش رجلين أو تنديرو صوتويكي جاكوتزوكي صوتويكي جاكوتزوكي صوتويكي جاكوتزوكي جوج تقنيات بيديات في نفس الخطوة هذا هو المهم او كما درنا ايشيوكي ياكوتزوكي ايشيوكي ياكوتزوكي الى اخره جوج تقنيات باليد في نفس الوقت اما التقنيه ديال الرجل كل وحده بوحدها وما تنمزجوش ما بين التقنيه ديال اليد والتقنيه ديال الرجل حتى الأحزمة المقبلة بالنسبة للتحركات الأكثرية استعملنا زانكو سوداشي في كاع الحركات درنا هنا زانكو سوداشي درنا هنا زانكو داشي زانكو سوداشي درنا هنا هنا إلى إشكال إلى درت صوتك إلى الأمام صوتك إلى الأمام راح غادا تكون مزيان كنت سوداش ولكن إلى كنت متراجع نقدر نديرها كدفاع ونهجم هكذا بحال أوشيوكي هنا غادي نتراجع هنا نقدر ندير زانكو تسوداشي ورجع هنا ندير عفوا هنا ندير كوكو تسوداشي وفي الدفاع المضاد او الهجوم نرجع زانكو تسوداشي نديرها بيد الاخرى الجهة الأخرى إذن
كوكوتسو داشي زاكوتسو داشي كذلك بالنسبة لأوشيوكي. أوشيوكي صعيب باش دير أوشيوكي إلى الأمام لأنها هي دفاع ماشي هجوم. إذا بمعنى هي دفاع غادي نديرها الكوكوتسو داشي ونهجم زاكوتسو داشي. كوكوتسو داشي بياكوتزوكي مع زانكوتسو داشي هذا هو المعنى. إذا في هذا الحزام هذا كنلاحظوا بأننا كنديروا مزج تقنيتين اثنتين باليد وما كنديروهاش كنخلطوهاش مع الرجل، رجل بوحدها. النقطة الثانية أننا كنديروا جوج تحركات في نفس التمرين نفس الخطوة، لأن كتلاحظوا كاين ثلاثة ديال الخطوات في نفس الخطوة كندير جوج تحركات، يعني ها واحد ها جوج، عفوا ماشي تحركات، جوج وضعيات، جوج وضعيات، ها وحدة كوكوتسو داشي، ها الثانية زاكوتسو داشي في نفس الخطوة. خلافا للحزام الأصفر ما تنديروهاش. بصفة عامة التحركات والتقنيات كناخدوها من الكاطات. هذا الحزام الوردي كخص التلميذ يكون عارف هي الشوطان هي النيدان وهي الصندان بثلاثة. هي الصندان راه فيها كيباداشي وفيها شي شوية ديال يوكوغيري، ماشي يوكوغيري حقيقية وإنما غادا الظهر هذيك حتى فيا يوضان. الحزام الأخضر خصنا نكونو درنا ليه كاع الهيجانات الخمسة، هي شوضان هي النيدان هي صندان هي يوضان هي قودان في الحزام الأخضر، لأن الحزام الأخضر هو وسط المسار النص ديال الطريق باش يوصل للحزام الأسود، خصو يكون عارف هادو كاملين. الحزام الأزرق نبداو مع فليتيكي ومع كونكوداي ومع باسايداي الى اخره، هذا نظري الشخصي. ما بغى الانسان يمشي غير بشويه راه غادي تجرو هي القدر غادي تجرو حتى الحزام البني القهوي. هذا ما كاين في هذا التمرين هذا ديال الحزام الوردي. في الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نشوفوا الكيهون في الحزام الأخضر. إذا نتمنى أن هذا الشيء يكون نال رضاكم. المهم هي الأفكار اللي واردة، التنفيذ أنا حاولت، والمهم نشوفكم إن شاء الله في كيهون الحزام الأخضر، وإلى اللقاء.